حياكم الله مشاهدينا إلى موجز لأهم الأنباء. أفاد مصدر محلي من مدينة درنا باستهداف طائرات تابعة لما يعرف بعملية الكرامة للمدخل الغربي للمدينة. المصدر أوضح في تصريح لقناة التناصح أن القصف استهدف الحجاج الغربي بالقرب من العمارات الكورية، مؤكدا عدم وقوع أي أضرار مادية أو إصابات بشرية بالمنطقة. الجدير بالذكر أن مدينة درنا تشهد تحليقا مكثفا من حين لآخر لطيران تابع لما يعرف بالكرامة فوق سماء المدينة. من جانبه شن الطيران الأجنبي الموالي لما يعرف بعملية الكرامة الأحد عدة غارات جوية على منازل العالقين بمنطقة قنفود السكنية، وذلك حسب مصدر مطلع من المنطقة. مركز السرايا للإعلام أفاد بشن طائرة بدون طيار السبت أربع غارات جوية على منازل العالقين، مضيفا أن طائرة أخرى من نوع تراكتر شنت غارتين جويتين على ذات المنطقة. هذا وتكثف قوات ما يعرف بعملية الكرامة من استهدافها لمنازل العالقين بمنطقة قنفود السكنية بشكل عشوائي. من جهته قال الناطق باسم الهلال الأحمر الليبي محمد المصراتي إن فريق الاستجابة التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس انتشل جثتين محترقتين نتيجة الانفجار الذي وقع بمنطقة الظهرة قرب السفارة الإيطالية أمس السبت. وأضاف المصراتي أن المعلومات الأولية أفادت بأن الانفجار لم يوقع أي قتلى من المدنيين المتواجدين بالحي، مؤكدا إصابة شخص جراء الانفجار. يذكر أن إيطاليا كانت قد أعادت فتح سفارتها في طرابلس مطلع يناير الحالي بعد أكثر من عامين على إغلاقها ومغادرة بعثتها الدبلوماسية للأراضي الليبية. في شأن الاتفاق السياسي، اجتمع عدد من الموقعين على اتفاق صخيرات السبت بمدينة الحمامات التونسية في غياب ممثلين عن مجلس النواب المنحل. مصادر مطلعة أكدت أن الاجتماع تناول مهام النواب المنحل وفق الاتفاق، مضيفا أن سبب عدم حضوره هو عدم اتفاقهم على من يمثلهم في جلسة تونس. وأضافت المصادر أن الاجتماع المنعقد في تونس سيستمر لعدة أيام. أخيرا، استؤنفت الأحد حركة المسافرين عبر المنفذ الحدودي راس جدير بعد أكثر من شهر ظل فيها مغلقا من الجانب التونسي، على خلفية اعتصام مجموعة من أهالي بن قردان مطالبين بإلغاء رسوم العبور التي فرضتها عليهم السلطات الليبية. وقالت مصادر شهدت اجتماعا بين مسؤولين ليبيين وتونسيين الأسبوع الماضي، قالت إن الجانبين اتفقا على عبور السلع من منفذ راس جدير عقب أسابيع من التوتر الاجتماعي في الجنوب التونسي. وكان الطرفان الليبي والتونسي قد وقعا اتفاقا في مايو 2016 نص على نظام جمركي جديد، غير أن الاتفاق لم يتم تفعيله. إلى اللقاء.